السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أزول في الله ونتحية كبيرة ليكم أخلاق كل كما راكم. تحية كبيرة من القلب للناس اللي تبعوا فينا. اليوم راح نحكي موضوع مهم. شفتوا كيجي رمضان كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كان قد شهر عظيم. شهر رمضان شهر عظيم ما كانش خير منه. شهر البركة، شهر الرحمة، شهر التقوى، شهر العبادة، شهر المحبة بين الناس، شهر الأخوة، شهر الحسنات، شهر التوبة والمغفرة، شهر 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 كل ما تحبوه. هذا سي لو ديسكور، الخطاب في الكتب وفي الحصص. بصح كون تشوف لا رياليتي، يعني تروح تشوف لي شيفر، تروح لا بوليس تقول لهم لي شيفر في رمضان، يقول لك سي لو بير. رمضان شهر تاع لي زاغريسيون، لو شيفر تاع النسبه لو طو دي زاغريسيون في رمضان يتفدلك. الناس كل تولي الناس كل تاغريسي، السرقه، الحوانت، تروح للسبيطار تقول معطيني لي شيفر، يقول لك رمضان شهر تاع لي كريم. اجماعه انا مش قاعد نسب في رمضان، نحكي لكم لا رياليتي. لما تروح تشوف لي شيفر في السبيطار في لي زورجونس، هذا مضروب بموس وهذا مضروب بعركه خطاك صرات اقطع في رمضان، وهذا بير بير يعني تم نحي الضرب. يجيك واحد ديابيتيك كلال زلابيه 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 في القروح، خاطر قالوا له نفسك تحاسبك، والله تاكل نفسك، احنا النفس تاعنا تحاسبنا غير على الزلابيه والماكله، تحاسبكش على الصلاه والصيام. فتلقى الاخر وش بيه؟ ناضت له لاطونسيون من الشمه، اضرب الشمه اضرب الشمه، الشمه في الليل طح لها باهي راترابي تاع نهار كامل في القروح وبالشمه طيح له لاطونسيون. تروح للزوالي الفقير يقول لك رمضان والله راني خايف، تغلى البطاطا وتغلى الخبز وتغلى عمالكم الطماطم والخضره، يعود خايف الفقير مسكين. حتى ربي سبحانه يقول لك الشهر هذا يفو بروفيتي دو شاك سكوند في العباده وفي الطاعه، قادر تخش الجنه شاك سكوند، قادر الدعوه تاعك تستجاب. احنا شهر تاع لا بلاي ستيشن، يعني اكثر الوقت على قد ما تقدر في رمضان. سي شهر اللي عندك الوقت لازم تضيعه تضيعه تضيعه. عمالكم كان واحد العالم يقول الشيخ حسن البصري كان يتخيل بزاف، كان يتخيل بليس يوقف وينود يفا سو موكي كيما يقولوها لي فرونسي، ينود يستهزأ استغفر الله يا ربي بالعزة، ويقول له يا ربي ما بقاوش يعبدوك، ما بقاوش لاتين بيك عبادك، هذا ما بقاوش واحد مالاتي الناس يفهمها، اللي يتفرج في سيتكا في ان سيتكوم، واللي يتفرج في ماتش، واللي شكون يلاتي لك يروح يصلي لك الصبح في وقته في رمضان، وشكون يلاتي لك، ما بقاوش لاتين بيك. فتنود الملائكة يقول لك تغمض ودنها من الحشمة، من الحشمة يا جماعة. وينود هو يقول ها شوف قداه واحد راقد، شوف الاخر سب له باباه في رمضان، والاخر عجل رمضان راهو قتل. رمضان يا جماعه رمضان، احنا نقول والله غالب المشاكل نساتنا في رمضان، هو ربي نزل رمضان للصحابه باش ينسيهم في المشاكل. احنا لي بروبليم نساونا في رمضان، عجب ولا لا؟ عجب يا ناس. فبصح ربي سبحانه برحمته ورحمته يعني الواسعه يقول للملائكه ما تخافوش، مازالوا عندي ديزام كيما نقول، مازالوا عندي عباد، مازالوا كاين الناس ينوضوا الصبح في رمضان على 3 4 تاع الصباح، مازالوا وين؟ في الجزائر وفي فرنسا وفي ما نعرفش في هولندا، ومازالوا يا جماعه ينوضوا على الصباح والعشاء كيما لهنا في اوروبا. عم بالكم في التراويح قريب يفضوا على الوحده 12 تاع الليل، والصبح 3 تاع الصباح قداه راح ترقد؟ شكون هذا؟ والله كاين الناس يعمروا المساجد ويصليوا التراويح وينوضوا للصبح. ها شفتوا اللي يفتخر بهم ربي؟ يبقى السؤال برك لا كيستيون، انت صدقني حتكون من هاد لو كون ولا من هاد لو كون، ولا حتكون كون تو كور كيما يقولوا، حتكون من هاد الناس اللي رايحين يرقدوا ويعقبها وقت يقولوا يا ربي والله تبدلت بكري هذيك اللي كان يعبدك راحت، ولا حتكون من الناس اللي يقول يا ربي درك نبين لك شكون هو انا؟ انا صح عاصي بصح كيما يقول اياما معدودات، كلكو جور في اللي كلكو جور هذوما دوك نبين لك يا ربي اكل بوين ولا تيل بوين نحبك، ونبين لك الطاعه تاعي، ومعليش هر هذا نتمرمد ما نرقدش ما نشبعش نوم وصحتي ونضعاف، بس راح نبين ربي اني نعبدك يا ربي، ونبين ربي يا ربي هاني كيسكو جو فو، الله غالب الدنيا غلبتني بصح في 30 شهر هذوما نعت لك عبد واحد اخر، تعود تعرف انسان وتفتخر بيا. مكره في الشيطان هذاك اللي يعود يكهكه ويضحك ويقول عبادك ما يقدروش يعبدوك، لا يا ابليس مازالوا كاينين الرجال ومازالت الناس تعبد ربي سبحانه. قولوا هالكم وغدوه نتلاقاو ان شاء الله.